سئمت كل قديم عرفته بحياتي، إن كان عندك شيء من الجديد فهاتي. قالها الزهاوي بعد ما مل من القديم المستهلك بزمنه، ونفس الشيء العراقيين يرددوها الأيام، وهذا بالنسبة لطبقتهم السياسية. لهذا مو غريبة يظهر جيل جديد من رحم الجيل السابق، جيل ملامح مختلفة وخطاب غير شكل. واضح أن المكون الشيعي انفرد بهاي الظاهرة لأسباب عديدة، أبرزها أنه فشل التجربة العراقية بمرحلة ما بعد 2003 ارتبط بالطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كونها هي اللي قادت الدولة، وصولاً لما نراه اليوم من زلزال يضرب المشروعية الشعبية. الجيل الجديد اللي انقصده هو جيل لاحق طلع من رحم ذاك الجيل، اللي من أبرز ممثليه حزب الدعوة بجناحيه، والمجلس الأعلى بجناحيه، والتيار الصدري بأجنحته المختلفة. جيل جديد يزعم امتلاك رؤية جديدة لبناء الدولة، وهاي الرؤية مستلهمة من تطور المشهد السياسي بعد سلسلة الفشل المتراكمة، سياسياً وأمنياً واقتصادياً. والسؤال هنا يتعلق بخطاب هاي القوى الجديدة، ما هو؟ الجواب هو أنه الخطاب مختلف، والتركيز بيه منصب على انتشال الدولة من وادي الفشل وتطوير مفاهيم المواطنة، والابتعاد عن الخطاب القائم على منطقة التمثيل الطائفي، واللي هناك اعتقاد بأنه ساهم بدرجة كبيرة بتكون منظومة الفساد اللي دمرت الدولة. وكل هذا تحملت وزر القوى الشيعية الراديكالية، سواء اعترفت بهالشيء أو ما اعترفت. اللي صار إنه من رحم هذا الفشل انولدت القوى الجديدة، وهي اليوم تنافس في الانتخابات بعناوين كثيرة. عندنا مثلا محمد الشياع السوداني اللي كان محسوب على حزب الدعوة تنظيم العراق، وقيل إنه من المقربين للمالكي، بس هو اليوم يبدو ظاهرا وكأنه تحرر من ارتباط القديم، وداخل الانتخابات عبر تيار أسسه وأطلق عليه تيار الفراتين. عندنا أيضا عبد الحسين عبطان اللي طلع من رحم المجلس الأعلى وتيار الحكمة، وهالمرة نازل بتجمع اسمه اقتدار وطن. وهناك عدنان الزرفي أيضا اللي نازل بعنوان القديم الجديد اللي هو كتلة الوفاء. وما ننسى محمد صاحب الدراجي الصدري السابق اللي نازل بتيار حلول. إذا رحنا للبصرة راح نلقى محافظها عضو المؤتمر الوطني السابق نازل بحزب تصميم، إضافة إلى قاسم الأعرجي اللي ما مرشح بس يدعم مرشحين مستقلين في بغداد وواسط، ومدير المكتب الخاص للسيد عمار الحكيم السابق الشاب صلاح العرباوي اللي يقود بوعي حركة شبابية جديدة. طيب هل هذا التغيير أصيل؟ شنو اللي يضمن لنا ما يكون المعطف اللي لابسيه متفصل من نفس خيوط القوى القديمة؟ مو هالشكل تعودنا بكل انتخابات تدخل القوى السياسية بورشة تجميل وتطلع بوجوه جديدة، وبمجرد ما تفوز تنزع الأقنعة؟ ايه ممكن جدا، والناس فاقدة الثقة تماما بأي شيء له علاقة بالطبقة السياسية الحالية. لذلك ممثلي هذا الجيل إذا صار لهم وجود بالبرلمان القادم فعليهم إثبات أنه معطفهم مختلف ولا علاقة له بالخيوط المتهرئة الموروثة عما تبقى من أسماء للحرس القديم. ورحم الله الزهاوي من اختصرها وقال: سئمت كل قديم عرفته بحياتي، إن كان عندك شيء من الجديد فهاتي.